God! Yeah, boy! بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد يا أصدقائي، إذا دخلنا في اليوم السابع منذ الاجتياح الأوكراني لكورسك الروسية. التصعيد مستمر من كلا الجانبين. الروس حرروا بعض المناطق، الأوكران سيطروا على مناطق أخرى، ومش كده بس، الأوكران كذلك حاولوا أن يفتحوا جبهة جديدة في بيلوفسكي وكذلك في بلغرود، وقصفوا روستوف. والأخطر من كل هذا أنهم قاموا بقصف محطة زاباروجيا الكهروذرية، محطة نووية اشتعلت فيها النيران. كذلك الجيش الروسي يقوم بعمليات تطهير مضادة، ويبني التحصينات، ويدفع بالتعزيزات، ويستعد لإطلاق معركة كبرى لتحرير الأراضي الروسية. الحلقة هذه أصدقائي مختلفة تماما، وفيها معلومات هتسمعوها لأول مرة، ومليئة بالفيديوهات والصور والتصريحات التي ستدهشكم، مثل هذا الفيديو لاستسلام مجموعة من حرس الحدود الروسي للأوكران. ما الذي يحدث داخل روسيا وأوكرانيا؟ هنشرح لكم كل هذه المعلومات بالتفاصيل في هذه الحلقة. اعملوا لنا لايك، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، بارك الله فيكم يا أصدقائي، وأكثروا من الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله أجري وأجركم، ونبدأ على بركة الله. وتعال أحكي لك. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أصدقائي. مر أسبوع كامل على المعارك في كورسك الروسية بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني. واضح أن بوتين الآن بدأ يدفع ثمن إقالة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، واللي وضع مكانه على رأس وزارة الدفاع رجل اقتصادي مهمته إدارة ميزانية الحرب. وبدأ من الواضح أن هناك ضعضعة في القوات الروسية داخل روسيا. والخطير في الاجتياح الأوكراني لكورسك انه بعد كورسك تأتي روستوف، وبعد روستوف موسكو مباشرة. موسكو تبعد عن الأوكران قرابة 450 كيلو متر فقط. ولكن لا يغرك النشوة الأوكرانية الآن، هنحلل لك الأحداث هذه كلها لاحقا، ولكن خلونا بداية نشرح لكم الوضع اللي حاصل على الأرض وخريطة التمددات ومناطق السيطرة. حتى الآن الأوكران لم يسيطروا على أي مدينة كبيرة، وإنما يسيطرون على قرى مختلفة، قرى صغيرة داخل الأراضي الروسية على عمق 35 كيلومتر ومساحة قرابة 200 كيلومتر مربع محاذية لسومي للحدود الأوكرانية. والمعارك هناك على أشدها. خرجت هذه الفيديوهات البارحة وهي تظهر لك كيف أن كورسك تحولت إلى ساحة معارك حقيقية، خصوصا أثناء الليل بين الجيش الأوكراني وبين الجيش الروسي. وفي إطار التقدم الأوكراني داخل الأراضي الروسية، خرجت لنا العديد من الفيديوهات الصادمة، مثل هذا الفيديو الذي يكشف لحظة استسلام مجموعة من حرس الحدود الروسي. كذلك خرجت فيديوهات والجيش الأوكراني يقوم بإنزال العلم الروسي من مناطق روسية ويرفع مكانه العلم الأوكراني، وفيديو آخر كهذا يظهر هجمات الصواريخ الأوكرانية تقوم بضرب الأهداف الروسية من داخل الأراضي الروسية. وفي الجانب الآخر القوات الروسية تقوم بعمليات عسكرية مضادة، ونشرت فيديوهات لانطلاق طائرات سوخوي 25 وهي تقوم باصطياد الدبابات والمدرعات والجنود الأوكران في عملية تطهير لأراضي كورسك. وكذلك تستخدم القوات الروسية مرواحيات مي 28 لاصطياد القوات والآليات الأوكرانية، وهي بالفعل تحتاج المروحيات في هذه العملية للتحليق على مستوى منخفض، لأنه القوات الأوكرانية تختبئ داخل الغابات. المنطقة مثل ما قلت لكم بين سومي وبين كورسك هي مناطق غابات كثيفة. خذ عندك أيضا القوات الروسية كما يكشف هذا الفيديو تقوم يوميا بدفع عدد كبير من التعزيزات إلى كورسك لمواجهة التقدم الأوكراني. حتى الآن روسيا بتقول لك إنها أوقفت التقدم الأوكراني في كورسك، والفيديوهات التي تخرج عن وزارة الدفاع الروسية
تكشف عن شراسة القوات الروسية في ضرب الأوكرانيين. إذن الجيش الروسي حاليا يقوم بعملية التطهير، يبني التحصينات، يدفع بالحشود والتعزيزات، ويستعد لخوض معركة كبيرة لتحرير المناطق الروسية التي اجتاحتها القوات الأوكرانية. وفي ظل هذا الضغط على القوات الأوكرانية داخل كورسك، اتجهوا لفتح جبهات أخرى على رأسها جبهة بلغرود، ولكنهم فشلوا، وبالتالي اتجهوا إلى بيلوفسكي، وكان هناك عملية تمهيد نيرانية. في الحروب عادة إذا قبل أن تجتاح أو تغزو أي مدينة يجب أن تقوم بتغطية نارية، تمهيد نيراني، وهو عبارة عن قصف بالطيران، بالمسيرات، بالمدفعية، حتى تتمكن من تطهير أكبر قدر ممكن من الآليات وجنود المشاة الموجودين داخلها، ثم تبدأ عملية الاجتياح بالمدرعات والدبابات والمشاة. هذا ما حاول الأوكران أن يفعلوه في بيلوفسكي. بالفعل بدأت عملية تغطية نارية، ولكن الروس كشفوها مبكرا، وبالتالي قاموا بالتصدي للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة. ولكن يعتقد أن هذه كانت مجرد مناورة أوكرانية لتخفيف الضغط على قواتهم داخل كورسك، علما أنهم كذلك اتجهوا لقصف روستوف. حاليا القوات الروسية بتقول لك أوقفنا تقدم الأوكران داخل كورسك، وقواتهم باتت محاصرة، بينما الأوكرانيين بيظهروا لك فيديوهات تكشف عن تقدمهم داخل الأراضي الروسية. وهذا يكشف لك عن حقيقة أن الروس يقومون بتحرير مناطق كبيرة، بينما الأوكرانيين يقومون باحتلال أو التقدم في مناطق صغيرة، والسيطرة على بعض القرى والمعارك لازالت مستمرة. الخطير في الليلة هذه كلها هو ما قامت به القوات الأوكرانية، والتي قامت بالهجوم على محطة زاباروجيا، محطة نووية قاموا بالهجوم عليها بمسيرة كما تشاهدون أمامكم. بالفعل تم إصابة المحطة واشتعلت النيران فيها، هذا حدث خطير. إذا تم إصابة غرفة التبريد أو أجزاء حساسة داخل المفاعل النووي انفجر، سيشهد العالم كارثة نووية كبرى أشبه بكارثة تشيرنوبل. كارثة تشيرنوبل اللي العالم كله عانى منها لأكثر من 30-40 سنة. يفغينيا أشينيا مديرة الاتصالات في محطة زاباروجيا الكهروذرية أكدت أن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بمسيرة، والذي أدى إلى حريق، يشكل تهديد غير مسبوق على السلامة النووية. واضح إنه هذا الهجوم المتهور والغير مسبوق على محطة نووية هو رسالة من أمريكا والغرب لبوتين إنهم جايين لملحمة في الشرق الأوسط، ويريدون روسيا أن تظل خارجها، تعد عن إيران وعن الأحداث في الشرق الأوسط. ولا ممكن نضرب لك مفاعل نووي وانت في الحقيقة منخرط في حرب، فأي ضربة هتجيك مبررة. الصحافة البريطانية في المانشيتات العريضة كلها تتحدث على أنه الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية يعتبر شيء مدهش للغاية، وهو الشيء الأكثر إدهاشاً في الحرب الروسية الأوكرانية. والصحافة والتقارير والتسريبات كشفت لك على أنه هذه العملية خطط لها منذ عدة أشهر، وأنه زيلينسكي شخصياً الرئيس الأوكراني هو من ضغط على قياداته العسكرية بشكل كبير لتنفيذ هذا الهجوم. وفي الحقيقة الهجوم على الأراضي الروسية هذا غير مفهوم عسكرياً. تعال نتكلم في التحليلات العسكرية، وهذا الكلام ليس كلامي، هذا اللي خارج من المحللين والصحفيين الأوكرانيين. بيقول لك إنه هذا الهجوم، حتى الأوروبيين على فكرة والأمريكيين، بيقول لك إنه هذا الهجوم انتحاري. أنت دخلت الأراضي الأوكرانية بما بين 6-9 ألف جندي، هذول إيش يسووا داخل الأراضي الروسية؟ هذول هيضيعوا جوا، وما هو مدى تقدمهم؟ هل الهدف من هذه العملية الوصول إلى موسكو؟ الموضوع هذا مستحيل تكتيكيا وعسكريا ومنطقيا بالحسابات، 1+1 مستحيل، لن يتمكن 9,000 أو 10,000 جندي أوكراني من احتلال موسكو. ولا أبريا، مش عملية حتى إنزالات جوية أو معركة كبرى، لا بمفردهم يقوموا بالهجوم وصولا إلى موسكو، هذا الأمر مستحيل. ولا كان عملها هتلر زمان؟ وفاكرين أنتم حصار ستالينغراد والأحداث؟ لو لم يقرر الألمان في الحرب العالمية الثانية غزو روسيا لكانوا احتلوا بريطانيا وكامل فرنسا وأسقطوا أوروبا كلها، ولكن عندما قرر غزو الأراضي الروسية ضاع فيها. المحللين الأمريكيين بيقول لك أن روسيا آلة حرب ومساحتها تدافع عنها ولا يمكن هزيمتها، فهل من المنطقي أن يكون هدف اجتياح كورسك هو احتلال
روستوف ثم موسكو، الأمر هذا مستحيل. كم هيتقدموا؟ والمشكلة ليست في التقدم، مهما تقدموا المشكلة الرئيسية كيف ستصلهم الإمدادات. ما هم بمجرد أن يتعمقوا بشكل كبير ستغلق عليهم القوات الروسية كالكماشة. خطوط الإمداد جزء كبير منها تم تدميره داخل الأراضي الأوكرانية، فما بالك داخل روسيا؟ كيف ستصلهم قذائف الدبابات والمدفعية والمونة والأطعمة والرصاص، الدخائر اللي هم محتاجينها؟ فعملية الوصول إلى موسكو المحللين بيقول لك هذا شيء مستحيل. طيب هل الهدف السيطرة على مناطق معينة لاستخدامها كورقة ضغط؟ بيقول لك أيضا هذا الشيء مستحيل، يعني صعب، قد تسيطر على مناطق ولكن في النهاية الروس سيوقفون تقدمك وهيقوموا بدحر قواتك. اللي دخل روسيا لن يخرج منها إلا بالانسحاب، اللي ورا ورا اللي يلحق يرجع إلى سومي. المحللين الأوكرانيين أمس بيقول لك أنه لا تنخدع بالنشوة الأوكرانية اللي حاصلة، الانتصار داخل روسيا للقوات الأوكرانية أمر مستحيل. وبعدين بيقول لك أنت مدام معاك 19,000 جندي للسبعافيتهم ومعاك آليات جديدة وصلك من الغرب، انت تقتحم روسيا ليش؟ ليش ما تروح تحرر المناطق الأوكرانية اللي احتلوها الروس؟ ما هو في جبهات مفتوحة الآن، لعلمك روسيا الآن تقوم بالتقدم داخل شرق أوكرانيا في تشيزوفيار ودوريتسك وبيكروفسك، ولم يجدوا أي قوات قادرة على صدهم هناك. فكان الأولى بزيلينسكا أن يدفع بالقوات هذه لتحرير هذه المناطق لهذه الجبهات داخل أوكرانيا، وليس أن يدفع بها داخل الأراضي الروسية، إلا إذا فعلا كان هناك مفاوضات قريبة على الطاولة من تحت الطاولة يتم التدبير لها، وهو يحتاج ورقة ضغط لإجبار الروس على الانسحاب من الأراضي الأوكرانية مقابل انسحاب الأوكران من الأراضي الروسية. علما أنه الآن بوتين وبق قياداته العسكرية، لأنه في الحقيقة هناك مشكلة، وحدة الرصد الأقمار الصناعية الناس اللي مسؤولين عنها الضباط بالفعل رصدوا تقدم القوات الأوكرانية قبل 7 أيام على الحدود ما بين سومي وما بين كورسك، وقاموا برفع هذه التقارير إلى القادات العسكرية في وزارة الدفاع، ولكن لم يتم اتخاذ تدابير. لم يتوقعوا أنه زيلينسكي في ظل الخسائر التي يتلقاها داخل الأراضي الأوكرانية أن يقوم باجتياح الأراضي الروسية، علما أنه بحسب التصريحات انه زيلينسكي قام بهذه العملية المجنونة لهدف واحد، وهو تغيير الصورة النمطية لدى العالم وخصوصا لدى قادة الغرب. الصورة اللي فحواها انه اوكرانيا مهزومة وتخسر وانه الجيش الروسي سيدحرها في النهاية، فحب يغير الصورة هذه النمطية، ولكن من الواضح انه كذا كذا في النهاية القوات الاوكرانية اما ان تبني تحصينات وتحافظ على المناطق اللي سيطرت عليها، وهذا اعتقد امر مستحيل. بوتين لن يسكت والجيش الروسي لن يصمت، هذه كانت صفعة قوية جدا على قفا الجيش الروسي، وهو الان يتعامل مع هذه المعضلة. واضح انه بالفعل تم ايقاف تقدمهم، تم ردعهم في بلوفسكي فروستوف، كذلك تم ردعهم في بلغرود وفي زاباروجيا. الروس مأمنين المنطقة بالكامل، ولكن الطائرة هذه اخترقت كيف؟ ولكن درس تعلموه الروس. باختصار كل المؤشرات الآن تشير إلى أنه الروس يقومون بتطهير كورسك، وقاموا بتحصين بلغرود بلوفسكي وبقية المناطق وزاباروجيا، هذه المناطق كلها مؤمنة. واضح أن أيام وسيتم طرد القوات الأوكرانية ربما. إيش اللي يستجد في هذا الملف أصدقائي؟ أطلنا عليكم، الموضوع كبير وشائك أصلا، سامحونا أحبائي، إحنا متابعين هذا الملف بالكامل إن شاء الله، وأول ما تستجد فيه مستجدات كبيرة جدا سنعود لكم بحلقة أخرى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني سوى نشكر كل الناس اللي وصلوا معنا للدقيقة الأخيرة، هذولا المتابعين العتاولة في أسرة زوايا مظلمة. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس يا أصدقائي، واعملوا لنا لايك، اضغطوا زر الإعجاب، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، وأكثروا من الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله أجري وأجركم، واذكروا الله كثيرا يذكركم، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وحتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعا.